خلاص تعرفوهم او يجوا ترو اند فولز، صح او غلط. الناس معايا حضراتكم كده ولا ايه؟ كله معايا؟ طيب حضراتكم يعني ايه دواء اوفيشيال دستوري؟ اوفيشيال يعني دستوري، موجود في دستور الادويه. وايه نون اوفيشيال دراج؟ يعني ايه الدواء الدستوري ده؟ دستور ده ايه؟ زي دستور اللي بيحكمونا بيه مثلا، او اللي هو فيه الاحكام والمش عارف ايه. لا، كلمه دستوري وغير دستوري او اوفيشيال ونون اوفيشيال بتعني حضراتكم ان في كتاب عندي، هذا الكتاب بنسميه فارماكوبيا. اسمه ايه؟ فارما دي يعني دواء. حتى احنا اسمنا كليه فاكولتي اوف فارماسي او كوليدج اوف فارماسي. ففارما دي يعني دراج، دواء، زي فارماكون اهي. كوبيه، فارماكوبيه، ده الدستور بتاع الادويه. يعني ايه برضه؟ ده كتاب، بوك، مكتوب فيه البوك ده حضرتك حاضرين حاطين فيه الادويه اللي في هذا البلد. يعني ايه؟ يعني في العراق فيها ادويه معينه، فيها نباتات معينه، فيها انيمال دراجز معينه، اللي موجوده في العراق واللي بتستخدم هي دي حضراتكم اللي بنسموها الايه؟ عراقي فارماكوبيه. اللي موجوده في مصر ايجيبشن فارماكوبيه، اللي موجوده في انجلترا بريتش فارماكوبيه، اللي موجوده في امريكا اسمها يو اس بي فارماكوبيه، وهكذا. اذا ده هذا الكتاب اللي هو اسمه الفارماكوبيه، ده عباره عن بوك. خلي بالكم من كلمه ان هو كتاب. هذه الدراجز اللي موجوده في هذا الكتاب بنسميها اوفيشيال دراجز. سميها ايه؟ اوفيشيال دراجز. واللي دي الجفرمنت يعني الحكومه قالت ان دي الادويه اللي هي موثقه عندنا. طب يعني لو ادويه مش موجوده في الكتاب ده معناها ايه؟ انها نون اوفيشال، ما بتتزرعش عندنا او مش موجوده عندنا. لكن ممكن تبقى الدراجز اللي مش اوفيشال عندنا اوفيشال عند دوله تانية، تبقى دستوريه عند دوله تانية. يعني اللي مش دستوري في العراق لانه مش بيتزرع في العراق، ممكن يبقى بيتزرع في مصر، بيتزرع في السعوديه، بيتزرع في امريكا، بيتزرع في انجلترا. فلما اقول لك فارماكوبيا يبقى ده دستور الادويه حسب الدوله. طب اجيب السؤال ده ازاي؟ لو جيت قلت لك ايه؟ drugs are listed and this في الفارماكوبيه يبقى نون اوفيشيال. واللي حضراتكم ان دي اكزامبلز مثلا للكتب اللي هي دي الاوروبيان فارماكوبيه، ومنها بقى سبلمنتس مختلفه. يعني منها سنه كذا وسنه كذا وسنه كذا وسنه كذا. يعني مثلا ده شكل البريتش فارماكوبيه بتاع انجلترا لسنه 2019، وبعدين يبقوا مترقمين بالحروف الابجديه. يعني الدراجز اللي بتبتدي بحرف الاي الاول ثم البي ثم السي ثم كذا وهكذا. فاهمين حضراتكم؟ يبقى بترتيبها حسب هي فين. وبعدين هذا الكتاب يبقى كاتب بقى شكل النبات ايه، او شكل الناتشرال برودكت ايه، طب اتعرف عليه ازاي، طب اعمل فيه ايه، طب استخلص الماده الفعاله ازاي، طب اعمل تيست للماده الفعاله انها الماده الفعاله دي موجوده ولا لا ازاي. طيب واحنا بنعمل كلاسيفيكيشن لهذه الدراجز، يعني ايه احنا بنعمل كلاسيفيكيشن لهذه الدراجز؟ يعني بنصنفها ازاي، بنتكلم عليها ازاي، بنعمل لها كلاسيفيكيشن ازاي. فقالوا والله الكلاسيفيكيشن ده تبع ايه يا سيدي؟ قال لك والله الناتشرال برودكتس اللي هي مسمى اخر الى الفارماكوجنوزي او الاوفيشال دراجز او الشغل بتاعنا، اللي هي احنا زي ما قلنا من مصدر فيجيتابل يعني من مصدر نباتي، او من انيمال اوريجين يعني من مصدر حيواني، او من مينرال اوريجين يعني من مصدر معدني، يعني زي التلك مثلا، بودره التلك كده، اللي لما كان يحصل ان يبقى في طفل معين عنده
تسلخات نتيجة البامبرز أو نتيجة الحفاضات اللي بيلبسوها، ومامته قامت سايباه وعامل بيبي كده على كده ويورن على ستول على بتاعه، حصل له راش. هتلاقي في بودرة اسمها التلك، بودرة التلك دي حضراتكم حاجة عبارة عن سيليكيتس، فدي مصدر معدني. ايه ده؟ هو ده تبع الناتشورال برودكت؟ ايوه، ما ده حاجه طبيعيه. احنا بنتعامل مع الحاجات الطبيعيه. طيب، واحنا بنعمل كلاسيفيكيشن يعني تصنيف لهذه الدراجز اللي من ناتشورال برودكتس دي يا سيدي، ما مالها يعني؟ ممكن يبقى بناخد النبات على بعضيه. يعني ايه؟ يعني ناخد النبات النعناع، المنتا او المنثا، ينطقوها منتا او منثا، ده النعناع. اخده على بعضه، مش بفصل الورق الشجر عن كذا عن كذا عن كذا، باخد كله الليفز الاوراق على مع السيقان مع كذا. او في ليف هنتعلق هنعرفها ان شاء الله اسمها السنه. السنه دي مش سنه اللي هي في سنه ودرس وبتاع والدروس والحاجات دي، لا لا، هي اسمها السنه. ولهذا النبات الجميل حضراتكم بيستخدموه للناس اللي عندها كونستيبيشن. كونستيبيشن يعني ايه؟ يعني عندهم امساك، عنده امساك. كونه عنده امساك حضراتكم يدوا له المواد الفعاله، او يغلوا النبات ده، او ياخدوه بشكل معين يحطوه في اقراص مثلا او كبسولات. مجرد ما ياخده دي بتمسك في الامعاء بتاعت الشخص المريض، ويبتدي الامعاء تتحرك حركه زياده، او تلاقيها عماله تتحرك 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 كده، فيقوم يحصل ان الاستول ينزل، فيحصل الامساك يروح. او الكلاف ده، او براعم القرنفل. على فكره ده براعم القرنفل ده حاجه شبه الايه اللي بيسموها مسمار الحداد، حاجه لونها بني صغيره كده قد المسمار، بيبقى لونها بني، فيها زيوت طياره حلوه جدا. واللي هذه زيوت الطياره على فكره حلوه جدا، الناس استخدموها كمطهر للزور في حالات الكورونا، نتيجة ان الكورونا فيروس او الكوفيد 19 اللي بيحصد بالملايين ده كان، واللي احنا عشانه دلوقتي بنتكلم فيرتشوال كلاس بدل ما بنتكلم قصاد بعض، يعني قاعدين قصاد بعضينا. واللي الكلاس ده حضراتكم بيمضغوا مثلا واحده او اثنين او ثلاثه، فيطهر الزور من الحاجات اللي هنبقى نتعرف عليها ان شاء الله باذن الله تعالى. فده من نبات. طيب، احنا قلنا كمان ان ممكن يبقى من انيمال. اهو انيمال يعني ايه؟ يعني زي الغده الدرقيه مثلا كده بتاعت بعض الحيوانات، يستخدموا منها بعض الهرمونات اللي ممكن نعالج بيها الانسان، او الانسولين. انسولين او اللي احنا بنسميه كده باللغه الدارجه بتاعتنا الانسولين، احنا بنحب ان ايه نطول في الحاجه كده، اقول لك انسولين. فده حضراتكم كان عارفين الانسولين ده بداياته اصلا ان هم كانوا بياخدوها من الحصنه، يذبح حصان وياخد البنكرياس بتاعه، او يذبح مونكي لانه شبيه بالانسان شويه، او ياخد اي حاجه من المامالز، ياخد البنكرياس بتاعها اللي بقى فوق الاستومك فوق المعده، وياخد الايه يستخلصه، ولقوا انه بيعالج بيه مثلا ايه الناس اللي عندها سكر زي الملوك. طبعا بدا لانه كان غالي جدا، عشان اعمل كده اموت كام حصان عشان اعالج واحد، اجي اطلع جرعتين ثلاثه اعالج بيهم واحد. هذا كانت البدايات، او جابوه من البيجز. دلوقتي طبعا بيتصنع بالهندسه الوراثيه او بالجينيتيك انجينيرنج او الهندسه الوراثيه، لكن ده من مصدر حيواني. كمان الكود ليفر اويل ده زيت سمكه القطب زي ما قلنا، ده سمكه كده حضراتكم يعني بيسموها زيت كبد الحوت عندنا احنا، لكن هو اصلا دي سمكه، ودي حضراتكم بيطلعوا من الكبد بتاعها فيتامين اي وفيتامين دي، فيتامين الف وفيتامين د. فيتامين الف ده للرؤيه عشان الواحد يشوف كويس، وفيتامين د ده للكساح او الريكتس اللي هي حضراتكم ان يبقى في تقوس للساقين سواء للداخل كده او للخارج، واللي دي حضراتكم من الكبد بتاع سمكه معينه وموجود، وكان موجود عندنا في الصيدليات حاجه اسمها سيفن سيز، لان هو يعني عبر البحار ومش عارف ايه سمكه بيصطادوها يعني. او يبقى من مصدر معدني مينرال زي التشوك او التلك اللي انا قلت بيستخدموه في الحفاضات، والتلك والتشوك ده اللي هو الطباشير، ده على فكرة عبارة عن كالسيوم كربونيت، والكالسيوم كربونيت ده سورسه في كالسيوم، يعني بيدوه كالسيوم للأطفال وفي الأغذية بتاعت الأطفال زي البيبيلاك والمش عارف إيه والحاجات دي كلها، وسيريلاك وميلوبا والحاجات دي بيحطوا فيها تشوك، بس الناس بتبقى مش عارفة، يحطوا كالسيوم كربونيت كسورسه في كالسيوم عشان يقوي عظم الولاد الأطفال الصغار.
ده هو عبارة عن الجيلاتين. الجيلاتين ده أصلا بيجيبوه من عظام حيوانات، أو الأوبيوم ده عبارة عن الأفيون. الأفيون ده بقى مليان خيرات بقى، مورفين وكوديين ومخدرات. ده مخدرات، ده في دول زي مثلا إيران، دول زي أفغانستان، بعض أماكن في الصين. الحاجات دي كلها باخد خلاصه من نبات او خلاصه من حيوان، زي الجمز، الصموغ، حاجه اسمها الريزن او الراتنجات، دي جزء من ناتشورال برودكت، بس مش لما النبات يعني جايه من نبات، لكن مش النبات كله او حته منه، لا ده انا بطلع منه حاجه بس مش باين لها ملامح انها ورقه شجر ولا مش باينه. او ممكن يبقى حاجه اسمها فايبرز وفابريكس، دي زي السيرجيكال دريسنجز مثلا كده، والقطن والحاجات دي. القطن ده اصلا عباره عن اللي احنا القطن الطبي اللي احنا بنستخدمه مثلا عشان ننظف جرح، نعمل مش عارف ايه، نحط صبغه يود، ميكروكروم، نحط حاجه من هذا القبيل، نمسح دم، ننشف دم، الحاجات دي كلها دي جايه حضراتكم اصلا من نبات. لكن انا باخد الشعر لان النبات ده واغزله بشكل معين واعمله بمعالجات معينه بحيث ان هو يمص، لان القطن اللي في النبات ما بيمصش، لازم اشيل منه طبقه معينه من الشعور دي نفسها او الهيرز علشان يبقى بيمص. طيب حضراتكم طبعا السلايد اللي فاتت دي يعني ممكن يعني تمشي عادي، يعني مش هسال فيها قوي يعني، لكن دي احنا بنتكلم بس، لكن لما تيجي حته بسال فيها هسال. طبعا هتلاقوا الكلام موجود فيه الاساينمنتس بحيث تعرفوا طريقة دماغي في الأسئلة إيه، وأنا ما بحبش يعني آخر حاجة بفكر فيها حضراتكم هو موضوع الامتحان. أنا بالنسبة لي الامتحان ده أنا يهمني المعلومات اللي حضرتك وصلت لها، اللي تحصلت عليها. طيب، لكن اللي جاية دي مهمة، ممكن هقول لكم بسأل فيها إزاي. ده إيه بقى حضراتكم؟ وإحنا في الفارماكوبيا أو في غير الفارماكوبيا في دراسة العقاقير بنقسم الدراجز او بنقسم الادويه اللي احنا هنتعامل معاها سواء من بلانت اوريجين او من انيمال اوريجين او من مينرال اوريجين، من مصدر نباتي او حيواني او مصدر معدني، بنقسمهم الى 5 كلاسز. اول واحد قال لك ايه؟ احنا بص بقى احنا نعمل ايه؟ قال ايوه هي، قول يا سيدي، خليهم الفابيتيكال. يعني ايه الفابيتيكال؟ يعني الحاجه اللي تبتدي بحرف الايه الاول ثم البي ثم السي، او الحاجات بحرف الالف ثم البي ثم الت وهكذا، سواء بقى كان انجليش ترتيب بالانجليزي او باللاتيني. وليه لاتيني يا سيدي دون؟ اصل هو الناس اللي بدعوا القصه دي كانوا واحد اسمه كارل لينيه، وكان ده راجل يوناني او لاتيني. فالناس اللي قالوا نقسمها الفابيتيكال قالوا ايه؟ نقسمها الحاجات اللي بتبتدي بحرف الايه الاول ثم البي ثم السي وهكذا. ناس ثانيه قال لا 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 لا، احنا بقى وجع دماغ، احنا نقسمها بالتاكسونومي يعني تصنيف النباتات. يعني ايه بالتصنيف؟ يعني قال لك ايه؟ كل النبات ده سبيشيز، زي ما هنتكلم دلوقتي يعني ايه سبيشيز هنعرف دلوقتي. ثم مجموعه سبيشيز اللي هي النوع يتبعوا جنس معين او الجينس، كل مجموعه جينس هنمشي بيه غير كده الصراحه، هنمشي بيه مورفولوجيكال. يعني ايه مورف؟ دي الحته دي يعني شكل، مورفولوجيكال يعني بالشكل الخارجي. النبات ده شكله الخارجي ايه؟ شكله كانه ليف، ورقه شجر، ولا زهره فلاور، ولا جذر بتاع نبات. يعني الناس، في ناس بيشربوا العرقسوس في رمضان دلوقتي، بيشربوا العرقسوس واللي ده جذر بتاع نبات. لكن على فكره العرقسوس ده من افضل الادويه اللي بتعالج قرحه المعده والاثني عشر، واللي يمكن بعض الناس اللي عندها مشكله في ان الضغط يزيد لا ما يستخدمهوش عشان ده ممكن يرفع الضغط. طب هل هي سيقان ولا حسب بقى ما نشوف، ولا القلف بتاع الشجره اللي هو القشره البني اللي تبقى على الشجره من بره، ايه دي؟ هو دي بيعالجوا بيها برضو. طبعا في شجره اسمها شجره الكينه،
القشره البني اللي الحبيبه بيقعدوا ينقشوا عليها اسامي من بره، دي حسن ونعيمه وفتكات مش عارف مين والكلام ده كله، تمام. القشره دي بتاعت شجره الكينه طلعوا منها دواء لعلاج الكورونا ولعلاج الملاريا، اللي هو الملاريا اللي كانت منتشره من 100 سنه وكانت بتحصد في ارواح الملايين. طيب فدي تصنيفه اخرى تانية. في ناس بقى بيقسموها كيميكالي. يعني ايه كيميكالي؟ يعني حسب الاكتيف كونستيتوينتس، الماده الفعاله اللي موجوده في النبات ايه هي؟ دي عباره عن زيوت طياره، فولاتايل اويل، ولا حاجه اسمها جلايكوسايد، ولا الكالويد، ولا مش عارف ايه. يعني بنتكلم على القصه دي بعدين، ولكن كيميكالي حسب الكيميكال كونستيتوينتس او الاكتيف، ليه سموها اكتيف؟ ان هي دي اللي بت ايه؟ اللي اكتيف ضد الامراض، دي اللي بيعالجوا بيها الايه؟ الامراض. او فارماكولوجيكال حسب استخدامها، دي بيعالجوا بيها ايه؟ القلب، دي الصداع، دي الاسهال، دي الامساك، دي للضغط، وهكذا، دي ملين، فده الفارماكولوجيكال. طب انا ممكن اسالكم في الحاجات دي ايه؟ ترو اند فولس، صح وغلط. اقول لك ايه؟ ذا كلاسيفيكيشن اوف دراجز اكوردنج اكتيف كونستيتوينتس از كولد فارماكولوجيكال. لا طبعا، يبقى ده اسمه كيميكال كلاسيفيكيشن. معايا حضراتكم؟ فدي حضراتكم تيجي ايه؟ ترو فولس. طيب معايا الناس ولا صحيين ولا نمتوا؟ ها صحيين يعني؟ الحمد لله. تاني اسمع الخط تاني، صحيين؟ طيب واحنا بنوصف الدراجز، طب واحنا بنوصفها ليه؟ بدل ما اقول الواد زياد ولا البنوته اللي اسمها مش عارف كذا منا ولا كذا، يعني شكلها ايه؟ ده الطويله القصيره اللي مش عارف ايه، اللي مش عارف ايه، اللي بتلبس كذا، اللي مش عارف تمشي ازاي، او اللي بيمشي ازاي، او اللي بيعمل ايه، او اللي شعره مش عارف عامله ازاي. لا لا لا، فقالوا النباتات احنا هنتكلم عليها من حيث الاوريجن بتاعها. يعني ايه اوريجن؟ يعني المنشأ بتاعها. المنشأ ده يعني حضراتكم يعني موطنه الاصلي فين، بيتزرع فين، طب شكله عامل ازاي، طب بنزرعه فين، ونحضره ازاي عشان نحضر المادة الفعالة، من حيث ان انا هجمعه امتى، نشفه امتى، اعبيه ازاي، اتعامل معاه ازاي. طعمه كونستيتوينتس اللي موجوده اخبارها ايه؟ فده حضراتكم لازم نبقى عارفينه. في حد بيسال او حاجه؟ في اسئله؟ طيب الكيميكال تيست عشان نكشف عن المواد الفعاله اللي موجوده حضراتكم، عشان المادة الفعالة اللي احنا هنستخدمها ازاي اكشف انها موجودة ولا مش موجودة؟ ما انا لو جمعته في الصيف غير الشتاء غير الخريف، المادة الفعالة ممكن تبقى مش موجودة او موجودة بشكل اقل، فلازم ابقى عارف دي كويس جدا. لكن انا مش هسأل في الجزئية دي الصراحة. طب لو هو حصل له ادلتريشن، اتغش، ازاي الناس احنا مش هنتعلم عشان احنا نغش، امال عشان ايه؟ هنتعلم علشان حضراتكم لو حد غش نعرف ازاي بيغش واكشف عن الغش ازاي. يبقى الادلتريشن ده اللي هو الغش، مش عشان نطلع غشاشين، امال عشان ايه؟ علشان حضراتكم نعرف احنا ازاي لو حد غش وانا جبت الدراج مغشوش اعمل ايه، اتصرف ازاي، اكشف ازاي عن الادلتريشن. طب افصل الماده الفعاله ازاي، اعمل لها ايسوليشن ازاي، انضفها ازاي، اعملها بيوريفيكيشن ازاي، ثم انا هستخدمها في ايه بقى، واطبق الكلام اللي انا استخدمته ده ازاي. يعني انا هستخدمها للقلب، طب وانا هو البدايه هتبقى ازاي؟ ان انا لازم حضراتكم اعرف
الناس كانوا بيستخدموها في القدم، في القديم ازاي، في الفولك ميديسن. فولك دي اختصار فولكلور، يقول لك رقصه فولكلوريه. فولكلور يعني ايه؟ يعني في الطب الشعبي كانوا بيستخدموها ازاي. ثم انا اثبت ده بقى بالايه، بالكلام الحديث. تمام. طيب اخر الاشياء اللي احنا هنتكلم عليها حضراتكم، الا وهي ان احنا ازاي نسمي النباتات دي ونصنفها ازاي. يعني احنا بنصنف النباتات بتاعتنا دي على اي اساس، بنتكلم عليها من حيث ايه، ايه النظام، بنعمل ايه بالظبط في الكلام ده حضراتكم. طيب يبقى هنتكلم عن يعني الاوريجن بتاع الايه، الدراج. يعني ايه كرود دراج؟ ايه اشوف كده حد بيعمل ايه، ولا بيجاوب ولا لا. ايه ايوه كرود خام، صح، خام مظبوط. بس هي خام دي يعني حضراتكم مش بس خام، يعني انا خدت نبات، خدت النبات عملت فيه ايه، نشفته، نشفته وبس، وبس ما عملتش حاجة غير كده. جميل. وبعد ما انا نشفته خدته عبيته وبس، لكن ما عملتش لا بروسيسنج ولا غيره، ده كرود درج. كويس. حضراتكم الاوريجين ده في منه 3 انواع. كم نوع؟ 3. ال3 انواع من الاوريجين دول حضراتكم، اول نوع اسمه بايولوجيكال اوريجين او بوتانيكال اوريجين، او بيسموه سام تايمز ناتشورال اوريجين. بايولوجيكال، طيب هو بعض حضراتكم اساميكو ايه، والله مثلا احمد مهدي جراد، عمار حسن، حمزه علي، اميره غانم، عجيل عاشور، مش كده ولا ايه؟ صح كده، مش انتوا كده؟ صح مظبوط، مظبوط ولا ايه، معايا ولا لا؟ ها سامعني؟ طيب حضراتكم بنقول زي ما احنا كبني ادمين، زي أميرة غانم، مرتضى عامر، كل واحد له اسم وايه، واسم اخر بتاع والده، صح؟ فقالوا النباتات هنسميها برضو حضراتكم باسم مكون من مقطعين، اللي هو جزء اسمه جينس وجزء اسمه سبيشيز. كونه مكون من مقطعين حضراتكم سموه باينوميال سيستم. اسمه ايه؟ تاني كده. باي يعني اتنين. باي يعني ايه؟ اتنين. سامعيني يا جماعة؟ باي يعني ايه؟ اتنين. نوميال من نيم، نوميال اللي هي ايه؟ من نيم، يعني اسم. باينوميال سيستم اللي هو الاسم المكون من المقطعين، اللي هو الجينس والايه؟ والسبيشيز دي حضراتكم. خلاص كده؟ كويس؟ جميل. طيب والاسم المكون من مقطعين يعني ايه، زي ايه، قول لنا اكزامبل، وبيسموه حسب ايه ده. بس قبل ما نكمل، ده اول نوع في الاوريجن، عشان احنا في 3 انواع من الاوريجن. النوع الثاني من الاوريجن، احنا طبعا هنكمل في البيولوجيكال اوريجن ونتكلم عليها، بس اكمل كلمه جيوغرافيكال من جغرافيا. يعني ايه جغرافيا؟ يعني الموطن الاصلي بتاع النبات ايه، بينمو في اي مكان، بينمو في اي مكان، موطنه في العراق، في مصر، في تركيا، في اوروبا، في امريكا، في كذا. ده الجغرافيكال، الجغرافيا. كوميرشال يعني تجاري، تجاريا، تجاريا بيتصدر منين، جاي منين، موطنه الاصلي ايه، ده هو الايه، تجاريا حضراتكم. خلاص. لكن احنا اللي بنتكلم فيه اول جزئيه اللي هي البيولوجيكال او البوتانيكال، او اللي سام تايمز بنسميه ناتشرال اوريجين او باينوميال. وليه سموه باينوميال؟ ها قولوا لي كده، جاوبوا لي، ليه بنسميه باينوميال؟ ها عايز اسمع من حضراتكم. باي يعني اتنين، نوميال لو نيم. خلاص. سؤال وردوا عليا، هل
اخليه السلايدز كده يعني، ولا اكبر السلايدز يعني؟ انتوا كده ماشي ولا اكبر كده؟ ايه رأي حضراتكم؟ اعمل ايه؟ اكبر ولا اخليها صغيرة كده؟ ولا بتردوا عليا؟ كده كويس واضح يعني؟ طيب ماشي. ولحضراتكم بنقول ان البيولوجيكال اوريجين ده يعني على اي اساس سموا النبات بالاسامي دي؟ طيب شكرا يا اصاله واقبال ومحمد وعمار. كل اسم من النباتات بيبتدي بحاجه اسمها جينس وحاجه اسمها سبيشيز. جينس وسبيشيز، او سام تايمز بيسموها سبيسيز، ده صح وده صح، لكن دي جينس. جينس يعني جنس، وسبيسيز او سبيشيز يعني نوع. طب يعني ايه برضو؟ مبدئيا قبل ما نقول يعني ايه، بنقول ان الجينس بيبتدي بكابيتال. يعني ايه كابيتال ليتر؟ يعني دايما يبتدي بالحروف بالايه، بالشكل الكابيتال بتاعها ده. السبيشيز يبتدي بالسمول ليتر اللي هو حضراتكم باشكالها دي، يعني لو فيها ايه تبقى بالمنظر ده، لو فيها بي تبقى كده بالمنظر ده، وهكذا. طيب وبعدين يا سيدي؟ ها كمل كده، سمعنا كلنا. طيب قال لك والله الـ الكلام ده زي كده مثلا، يقول لك ايه اتروبا بيلادونا، ايه دي الاسامي دي؟ استغفر الله العظيم، ايه ده، جبتها منين دي؟ دي اسامي لاتينيه. طبعا ما تقلقوش من الحاجات دي، دي ليها معاني. ايه ده، الحاجات دي ليها معنى؟ اتروبا بيلادونا دي ليها معنى؟ اه والله ليها معنى، وهنشوف المعاني دلوقتي حضراتكم. وللمعاني دي يقول لك بيلا ده السبيشيز، بيلادونا دي، واتروبا ده الجينس، يبقى ده الجنس وده الايه النوع، ده الجينس وده السبيشيز، ده الجنس وده الايه النوع. ماشي. طب جابوها منين الحكايه دي؟ بس قبل ما اقول جابوها منين، هو حاجه من اتنين، يا اما تحط تحتها خط كده الكلمات دي، يا اما ان حضرتك ايه تخليها بصوره ايتاليك. ايه تحتهم خطوط مايله. طيب هم صحيوا من النوم، صحيوا من النوم لقوا الاسامي دي كده، ولا حلم لقى الاسامي دي كده، ولا دي ليها معاني؟ لا ليها معاني. يعني زي ايه مثلا المعاني بتاعتها حضراتكم؟ قال لك والله بصوا كده حضراتكم، هنبتدي بالسبيشيز. السبيشيز ده هو المقطع الاولاني ولا التاني؟ ها تاني، قولوا لي السبيشيز دي أنهي جزء في الموضوع؟ الجزء ده، الجزء الثاني بالظبط كده. الجينس هو الجزء الايه الاولاني، يبقى ده الجينس ودي الايه السبيشيز. جابوها منين الكلام ده حضراتكم؟ بصوا كده، اول حاجه قال لك بص يا سيدي، كلمه مثلا نبات زي النبات الافيون ده، اللي هي دي اسمها دي زهره الخشخاش او نبات الخشخاش. على فكره دي فان جوخ كان راسم لوحة مشهورة جدا لزهرة الخشخاش، واللي حضراتكم ده مخدر، واللي بيستخدموه في العمليات، وطبعا لما الناس لا قدر الله بيبقى عنده مثلا كانسر او سرطان وخلاص في الحاله يعني النهائيه بقى، خلاص يعني عايزين يسكنوه عشان ايه، ربنا يقضي اجلا كان مفعولا وخلاص، يدوا له ايه المورفين اللي في الايه في البتاعه دي. او واحد بيعمل عمليه وعايزين يسكنوا له الالام الشديده، عامل عمليه في العظم شديده مثلا، عايزين المورفين ده. ده ايه ده، من مصدر نباتي؟ ايه ده، هو ده ناتشرال برودكت؟ اه والله. فالحاجات دي حضراتكم بتنيم، بتخلي الواحد ايه يتخدر، ايه ينام، اه induce sleeping
sleeping يعني النوم، induce يعني بتخلي الواحد ايه ينام. فدي اسمها ايه باللاتيني؟ سومنيا يعني النوم، سومني دي يعني نوم، سومنيفرم يعني sleep inducing، دي باللاتيني. معايا حضراتكم؟ يبقى كلمة سومنيفرم دي يعني ايه؟ induce sleeping، بتنيم، لانه هو hypnotic. hypnotic hypnotic يعني ايه؟ منوم. ولذلك الناس يضرب حقنة المورفين وكده. على فكرة احنا كصيادلة بنعمل مصايب سودة. يعني زي ايه مثلا كده حضراتكم؟ النبات ده، حد منكم سمع على مادة الكودين؟ كودين، كودين ده حضراتكم من المواد اللي بيستخدموها في الكحة. ده كان مجرد ما الواحد ياخد قد معلقة شاي كده حضراتكم، معلقة شاي وعنده كحة ان شاء الله هيموت، هيفطس من الكحة. على فكرة ده بيجي من النبات ده. مجرد ما الواحد ياخده حضراتكم، تبصوا تلاقوا الكحة راحت تماما. بس احنا اللي وحشين ليه؟ كنا نيجي للناس نقول ايه؟ ادكت، بالظبط كده يا حمزة، يصير ادكت. انا مره واحد بقى يعني حدوته صغننه كده، اول ما اتعلمت بقى الصيدله ومش عارف ايه، وقفت في الصيدله، فلقيت واحد بيقول لي ايه ده، انا كنت مش عارف، عمل علم ابن 60 في 70 الصراحه، زي امام يمثل عليا الصراحه، كان امام يعني. فقال لي ايه ده، انا اصلا كنت ضابط، وكنت في ال في الناس اللي على المواني والحاجات دي كلها، وبمسك بتوع المخدرات، وبعدين مسكوني وقعدوا يقولوا طب مش انت بتمسكنا، هندي لك مورفين وكودين وهيروين ومش عارف مين، بس انا بطلت، بس انا دلوقتي باخد دواء اسمه كودافين. كودافين ده حضراتكم في كودين اللي هو الماده اللي في ايه، في النبته دي. مجرد ما اديته الازازه، والله زي بقول لكم كده، قام واخد شارب نص الازازه قبل ما يحاسب عليها حاجه. على بال ما خرج بره الصيدليه كان شارب الايه؟ المعظم الباقي. ده يعني تظبيط والله يا امير. حاجه كده ايه؟ وصف يعني. فللاسف الشديد طبعا هم بيقولوا لهم بقى، واحنا كصيادله ده انت عارف الكودين ده ماله يا سيدي، ده ابن عم المورفين. فطبعا ايه؟ يعني خلي بالكم من الحكايه دي كويس جدا، ان احنا عندنا مخدرات بتتباع في قلب الصيدليات. طبعا الكلام ده دلوقتي بقى له عليه قيود جامده جدا، وبيخشوا جداول المخدرات والكودافين ده دخل جدول ضبط، ومش اي حد. لكن انا ليه برغي كل الرغي ده؟ انا مش زي، والله ما بحبش الرغي خالص، بس احب دايما تبقوا فاهمين ان كلمه سومنفرم اللي سموها دي علشان هو بينيم، سليب ان هيبنوتيك، منوم كده. فاذا سموها بابافر ده الجينس ايه؟ سومنفرم. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. واللي دي اكزامبل. طب انا هسال فيها ازاي دي حضراتكم؟ هسال فيها اقول لك ايه؟ ما معنى كلمة سومنيفرم؟ ده اللي أنا هسأل فيه معايا حضراتكم. أو تبقى اختيارات، أقول لك induce sleeping، مش عارف إيه، مش عارف يعمل إيه، فأنت تختار مين حضراتكم؟ induce sleeping معايا حضراتكم. طيب كمان ممكن يكونوا بيتكلموا عن كاركترز معينة في النبات. يعني إيه كاركترز معينة في النبات؟ كلمة أتروبا بيلادونا، إحنا بنتكلم عن السبيشيز اللي هي الجزء الايه الثاني من المقطع الثاني من الاسم. كلمه بيلا يعني بيوتيفول، دونا يعني ليدي. على فكره دي ماركه هدوم و وتلاقيها من يبقى اسم حضراتكم مثلا محل ملابس او غيره، معناها ايه؟ بيوتيفول ليدي. طب ليه سموها بيوتيفول ليدي؟ كانوا الاغريق بيعملوا ايه؟ يحطوها في يعصروا النبات ده اللي هو النبات الاتروبا بلادونا، او بيسموه ست الحسن باللغه العربيه، يعصروه في عينيهم. فالعصير ده لما ينزل في عينيهم تلاقي عينيهم وسعت كده، تبقى عين واسعه زي البجره كده.
حاجه كده ايه، انا بهزر طبعا، بتبقى واسعه على فكره. هم بيوصفوا العيون، ايوه بيوسعوا حدقه العين، بيوسعوا حدقه العين، فيقول لك اصل اجمل عين عين البقره، واسعه كده، فلما يوسعها كده يبانوا جمال، فلما يبانوا جمال كده حضراتكم يقول لك الله ده إيه؟ بعينها بقى الشخص اللي عملها او البنت اللي عملتها مش شايفه قدامها على بعد ايه، متر ومترين، ولكن فسموها ايه، سموها بيلا دونا. هنعرف على فكره كلمه اتربه دي معناها ايه بعد شويه حالا، لكن كلمه بيلا دونا يعني بيوتيفول ليدي. اما اسالك يعني ايه ليه سموه، ما كلمه بيلا دونا في اتربه بيلا دونا، تقول لي بيوتيفول ليدي، خلاص، لان طبعا كده انت بقيت فاهم ان هما كانوا بيحطوها في عينيهم عشان توسع الايه، الحدقه بتاعه العين، البيبل اوف ذا اي. طيب ممكن كمان يبقى السبيشيز ده بيدل على البلد اللي هي فيه، يعني مش بس ان هو بينيم فارماسيوتيكال اكتيفيتي او في كاركترز في النبات انه بيوسع حدقه العين، لا ده بيدل على البلد. يعني ايه؟ اما اقول نبات الكنابس انديكا، على فكره كنابس انديكا ده حضراتكم اللي هو القنب الهندي، القنب الهندي، ايه القنب ايه اللي انت بتقوله لنا ده اسمه كده بالعربي، قاف نون به، قنب هندي. هذا القنب الهندي حضراتكم بنقول ان هو اللي هو بيطمنوا الحشيش والجوزه والجنجا والماريجوانا والبانجو، ده هو نبات ده. اه والله هو ده القنب الهندي ده حضراتكم، ده اللي بيطلعوا منه الحشيش والجوزه والجنجا والماريجوانا، ويمكن نبقى نتكلم عليه ان شاء الله. لكن ده الموطن الاصلي بتاعه ايه؟ موطنه الاصلي الهند، انديكا، فسموه كنابس انديكا. مفهوم حضراتكم؟ متابعين معايا؟ انا قربت اخلص على فكره، بس انتم متابعين معايا ومركزين معايا ولا الدنيا صعبه؟ متابعين يعني؟ طيب الحمد لله. جميل. ما حد يرعاه ولا يزرعه دلوقتي، طبعا هو بيتزرع، لكن الرز مثلا ما حد في حضراتكم شاف رز لانه محتاج ميه كتير، الا لازم عايز كميه ميه كتير قوي، فده لازم يبقى مزروع الرز او الارز. لكن القمح بدايته كان طالع ايه، يعني لوحده كده وايد بري. طب ودي معناها ايه يا سيدي؟ قول لنا كده معانا، فهمنا. ها قال لك والله الرز ده هنسميه اورايزا ساتيفا او ساتيفم. ساتيفا دي معناها ايه باللاتيني؟ كالتيفيتد. انا عايز المعاني اللي هي بتبقى مكتوبه القوسين دي اللي هسال حضراتكم عليها، لان الرز او الارز ده بيبقى لازم مزروع. لكن القمح سموه تريتيكام فولجير. كلمة فولجير يقول لك ايه، الواد ده فولجر، ده بيئة دي، او فولجر دي يعني ايه، يعني ده بري، يعني ما ترباش، او يعني ما تهذبش بالعربي كده، ده ايه، ما لم يعتنى بيه قوي. فده حضراتكم كلمة، معنى كلمة فولجير، فولجير تريتيكام فولجير، ده اسم اللاتيني بتاع القمح. الاسامي دي مش جاية اعتباطا، مش جابوها كده وخلاص. معايا حضراتكم؟ طيب ممكن يكون السبيشيز تمام، ممكن يكون السبيشيز حضراتكم نتيجة لون معين في النبات. يعني النبتة دي حضراتكم، النبتة دي بنقول ايه، دي اسمها ديجيتاليس بيربوريا. بيربوريا، بيربوريا يعني ايه؟ من بيربل، بيربل يعني جواني، لان زعت النبات دي لونها بنفسجي. على فكره النبات ده حضراتكم اللي اسمه الديجيتاليس بوربوريا، ده من افضل الدراجز واقوى الدراجز اللي بيعالجوا بيها القلب، وده بيقوي عضله القلب بشكل قوي جدا جدا جدا.
وده حضراتكم طلعين منه ادويه كتير جدا هنبقى نتكلم عليها ان شاء الله تعالى. ايوه بالظبط كده يا حمزه، ديجوكسين وكارديكسين ولانوكسين. انا سعيد بحضراتكم جميعا والله، ما شاء الله عليكم مجموعه. اخوات واولادي، فيعني انا على فكره الفرق بيني وبينكم كبير، بس انا احب نبقى اصحاب يعني. طيب فالديجيتاليس بوربوريا دي سموها بوربوريا من ايه؟ من اللون بتاع الايه؟ الزهره بتاعت النبات، واللي فيها زي ما قلنا حاجه ماده اسمها ديجوكسين وكاردكسين، ودي حضراتكم بيستخدموها للقلب. فما اسال حضرتك يعني ايه كلمه بوربوريا، تقول لي انها بيربل فلاورز. معايا حضراتكم كده؟ طيب. طب ده على السبيشيز، طب والجينس اللي هو المقطع الاولاني ولا الثاني؟ الجينس المقطع الاولاني ولا الثاني؟ الجزء الاول ولا الثاني؟ قولوا جاوبوا معايا. الاول. تمام يا دكتوره فاطمه. تمام. الجينس احنا كنا يمكن من شويه قلنا كلمه اتروبا بيلا دونا، قلنا بيلا دونا. تمام يا امير. قلنا بيلا يعني بيوتيفول، دونا يعني ليدي. طيب ما عرفناها دي يا سيدي، عشان كانوا بيحطوها في عينيهم عشان توسع حدقة العين، علشان خاطر حضراتكم يبانوا شكلهم حلوين. ها امال اتروبا دي جت منين؟ حلموا بيها؟ لا ما حلموش بيها يا رند. امال قالوا ايه؟ قال لك اتروبوس، دي الكلمة اللاتيني معناها ايه؟ عارفين ان اقول لك ايه، احنا عندنا ملك الموت او عزرائيل زي ما بيقولوا كده. تمام. فكلمة أتروبوس يعني ذا جريك فيت، اللي هو زي بالنسبة لنا احنا ايه ملك الموت كده. That cuts the threads of life، يعني ايه اللي بيقطع خيوط الحياة. يعني ايه بيقطع خيوط الحياة؟ اللي بيموت يعني بيشد روحك، يعني قبض الروح زي ما بيقولوا كده، مش كده؟ طب ده نتيجة ايه؟ اه اصل النبتة دي حضراتكم اللي هي الأتربة بلادونا يعني حلوة، اه بتوسع العين، المادة الفعالة فيها بتوسع العين، اللي هي حضراتكم اهي فين اهي اللي احنا شفناها دي اه بتوسع العين. لكن لو خدنا الماده الفعاله اللي فيها، والماده الفعاله اللي فيها دي حضراتكم زادت عن تركيز معين، دي تبقى بويزنس سامه. ولذلك الاتروبين اللي هو الماده الفعاله الاكتيف كونستيتوينتس اللي فيها، على فكره انتوا هتلاقوني عمال كل شويه اعمل ابجريدنج للمعلومات اللي عند حضراتكم، وابتدي ايه اطور 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 كده لحد ما هتبقوا ان شاء الله انا عارف معلوماتكم تبقى ممتازه وجميله جدا باذن الله تعالى. الاتروبين الماده الفعاله لما تلاقيه في علبه تلاقيه محطوط عليه جمجمه وايه وعظمتين، معناه انه سام. فقال لك والله اذا لما نيجي نسميه اتروبا، اتروبا من اتروبوس، واتروبوس هو ده جريك فيت اللي هو عزرائيل، يعني that cuts the threads of a of life due to poisonous characters. فجأة أقول لك give reasons ليه سموها أتروبة بلادونا، أتروبة من أتروبوس the Greek phrase that cuts the threads of life. لحد هنا وكفاية. طب وبيلا دونا يبقى beautiful lady. فاهمين حضراتكم؟ كله تمام؟ الأمن مستتب ولا إيه؟ ها كله كويس؟ لحد كده إحنا قربنا نخلص خلاص أهو. تمام؟ طيب. ده كان أول نوع من الأوريجن حضراتكم اللي هو بيسموه بايولوجيكال أوريجن أو ناتشورال أوريجن أو باينوميال أوريجن. خلاص؟ باينوميال أوريجن. النوع الثاني، النوع الآخر هو، تمام يا ضياء، شكرا جزيلا يا ضياء أنت وأمير وزهرة والناس جميلة ورند وإقبال، أنا سعيد بحضراتكم فاطمة وحمزة كلكم ما شاء الله عليكم ناس جروب جميلة ما شاء الله، ربنا يبارك فيك.
حضراتكم ماركة مراتب، يعني دي ماركة مراتب اللي اسمها هابيتات، يعني عايزين يقول لك ايه، ان ده المكان الايه اللي انت حضرتك بتستريح فيه، او ده الموطن الاصلي. اذا لما بيكون اقول هابيتات، ده الايه المكان اللي بينمو فيه. طيب يعني النبات ده يقول لك indigenous to، يعني نيتيف تو، موطنه الاصلي ايه؟ العراق، سيناء، ايجيبت، سوريا، السعوديه، الدمام، امريكا اللاتينيه. ده لو بينمو فين؟ في موطنه الاصلي. طب لو بينمو في غير موطنه الاصلي يقولوا اكزوتيك، اكزو، انتوا مش عارفين يقول لك ايه؟ ده المخرج، اكزيت، كلمه إك... غير موطنه الاصلي. طيب سؤال بقى، في مصر عندنا القطن المصري، المصري اللي هو بره. انا كنت بسمع برنامج مره لاحمد الشقيري، احمد الشقيري ده من المذيعين الخليجيين او السعوديين، مشهور جدا، بيتكلم في حاجات دينيه وغير دينيه. فمره من المرات كان بيتكلم مع واحد في محل في كاليفورنيا، ولقيته بيتكلم معاه، فبايه بيقول له ايه، وريني كده ده. فقال له الله، ده جميل قوي، ده بيور سيلك، يعني ده حرير طبيعي، ده حرير طبيعي. قال له لا 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 لا، ده مش حرير خالص. قال له امال ده ايه؟ قال ده ايجيبشن جيزا كوتون، يعني قطن مصري من مكان اسمه الجيزا. فقال له ايه يعني ده الجيزه ده؟ يعني قال له ده بيبقى طويل الطيله وبيبقى له شكل معين، فبيخلينا نحس ان هو عامل زي الحرير. طيب المفاجاه بقى ايه؟ ما اعرفش تعرفوا المعلومه دي، القطن المصري ده اصله بذور امريكيه، جبناها زرعناها فين؟ وعلى فكره امريكا اصلا ما هياش بتاعت امريكا اصلا، ده امريكا دي الحديثه دي من 300 سنه فقط. أمريكا دي أصلها للأمريكان اللي هم الهنود الحمر، واللي قبلهم كان في مسلمين وغيرهم موجودين قبلهم، قبل الأمريكان اللي موجودين دلوقتي. فجابوا البذور دي من هناك وزرعوها عندنا في مصر وفلحت ونجحت وبقت أفضل من اللي في أمريكا. فسبحان الله، حاجة غريبة جدا، يعني حصل لها إيه؟ تأقلمت على الوضع الجديد ونجحت. طب يقولوها إزاي دي بقى بالعنجليه، زي حلوه بالعنجليزي دي بالانجليزي، يعني باللونجليه، يقولوا ايه؟ ناتشرالايزد. ناتشرالايزد يعني ايه؟ يعني تطبعت، تاقلمت، اكليماتايزد على الايه، على النظام الجديد، ونجحت. معايا حضراتكم؟ فاهمين حضراتكم ولا ايه؟ يبقى لما نبات يبقى في غير موطنه الاصلي، في غير موطنه الاصلي اللي هو الاكزوتيك بلانت، وينجح نقول ان هو ناتشوراليزد بلانت. خلاص، واللي تمام يا اقبال. واللي حضراتكم ممكن اجيب دي ازاي؟ يعني بصوا كده حضراتكم، لو قلت لك ايه، ناتشوراليزد بلانتس جرو ان ا فورين لاند، يعني في ارض غريبه، اور ان ا لوكاليتي اذر ذان ذير نيتيف اند فيلد، ده صح ولا غلط؟ فيلد يعني فشلت، هي المفروض انها تبقى ايه؟ succeeded، نجحت. معايا حضراتكم؟ حد مش فاهم انا بقول ايه؟ كله تمام؟ طيب، واللي حضراتكم بنقول ايه؟ سامعيني الناس؟ سامعاني يا ساره؟ الناس سامعين يعني؟ اصل ساره بتقول الصوت بيروح وبيرجع، دي ممكن يبقى النت عند حضرتك يا ساره. الناس سامعيني كويس؟ سامعني؟ تمام، طيب خلاص، يبقى المشكلة عند حضرتك يا سارة. طيب حضراتكم
لما اقول فلورا انا قربت خلاص، فاضل لي سلايد واحده بس، واحده بس خلاص، انا عارف ان انا تعبتكم النهارده. اما اقول فلورا، فلورا دي مش ماركه مناديل اللي بيسموها فلورا مش عارف ايه، دي ماركه، دي مش ماركه، النباتات اللي بتنمو في مكان معين اسمها فلورا، يقول لك فلورا اوف ايجيبت، فلورا اوف عراق، فلورا اوف انديا، فلورا اوف سيناي، دي مجموعه النباتات اللي بتنمو في البلد دي وبيصنفوهم بالايه، بالصوره دي. يبقى ده تاني نوع من الاوريجن حضراتكم. اول نوع اللي هو كان عباره عن الجينس والسبيشيز اللي هو الباينوميال سيستم، الباينوميال سيستم اللي هو جينس وسبيشيز، وخدنا بعض الاكزامبلز ليه سموهم بهذه الاسماء حضراتكم، ليه سموهم بالاسامي دي. و تاني نوع كان اسمه جيوغرافيكال اوريجين، يعني موطنه الاصلي نقول اندوجينس، موطنه غير موطنه الاصلي نقول اكزوتيك. بينجح ان هو ومع انه مش في موطنه الاصلي انه يتاقلم على الجو الجديد او يتطبع بالطبع الجديد نسميه ناتشورالايز. ومجموعه النباتات اللي بتنمو في بيئه واحده بنسميها فلورا اوف كذا. طيب اخر حاجه عندنا النهارده بقى حضراتكم، الا وهي ال 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 او البرودكشن تشانلز. عندنا النبات ده حضراتكم اللي بنسميه سنه، السنه ده هو اسم النبات ده حضراتكم. النبات ده اللي هو اسمه السنه ليفز ده، وفي منه فروتس، في نوعين منه، نوع منه حضراتكم موجود في بيتزرع في السودان، لكن بيروح من السودان يطلع لفوق لمصر، لو عارفين الخريطة مصر فوق السودان، يطلع من النيل اللي عليه خناقة دلوقتي، يطلع لفين؟ لإسكندرية، في على البحر الأبيض المتوسط الميديترينيان سي، علشان خاطر حضراتكم يتصدر لكل أوروبا. فبتوع أوروبا يعرفوا إيه؟ يعرفوا إن هو جاي من إسكندرية، فبيسموه ألكسندريان سن، مع إنه هو الموطن الأصلي بتاعه إيه؟ موطن اصل بتاعه السودان، لكن تجاريا الناس بتوع اوروبا يعرفون انه جاي من اسكندريه فبيسموه الكسندريان سنه. كمان في نبات اسمه الروبرب او الراويند، الراويند ده على فكره بيستخدموه، ده صيني موجود في اقليم اسمه كانتون، اقليم اسمه كانتون، ده كانتون ده في الصين، واللي ده بيتصدر منه لكل العالم كله في سوق كبير جدا بيسموه سوق كانتون، وده مشهور عالميا، فالناس كلها يعرفوه بكانتون روبرب. على فكره الروبرب ده، سوري، ده نبات غريب جدا بينفع للاسهال والامساك، ده روتس، جذور بتاعت نبات تنفع للاسهال والامساك في نفس الوقت. طب ايه ده يعني؟ ده غريب قوي يعني، مش لكده وبس او كده بس، لا ده بينفع لده ولده، لكن هنبقى نعرف الكلام ده ليه حضراتكم، وده نتيجة أكتف كونستيتونس معينة بتنفع لكده ولكده حضراتكم. واللي كونه اسمه ألكسندريان سنة يبقى عشان هو بيتصدر من اسكندرية كوميرشالي تجاريا، كونه بيتصدر من كانتون في الصين فبيسموه كانتون روبرب. أنا بشكر حضراتكم، احنا اتكلمنا النهاردة عن انترودكشن و معلش حمزة كاتب لي ايه يعني، مش فاهم يا حمزة، ربنا، شكرا يا امير، انا عايز بس حمزة يقول لي لو له سؤال.